ازيكم يا ابطال؟ معكم مريم من قناه يوميات مريومة. النهارده شايلين هنلعب ماي بلاي هوم المستشفى. وانت سجيد معنا، اتمنى منك تنزل واشترك معنا في القناه. طبعا عنوان الحلقه هي نور في المستشفى. جيم، يلا نبدا. اخ ابنتي زعلان عليها. حصل علينا ان نجيب الفتاه ونلبسها ملابسها. نعم علينا ان نجيبها. انها مريضة، عليها نقتلها الاكسجين. حصلا لقد حطيت الاكسجين، سوف ننتظر. ابنتي حسنا حسنا لا تقلقي، انا سوف احضر بعض القهوة لك. حسنا ارجوك. حسنا وانا سوف اشتري بعض الهدايا لها. حسنا هي اين ال اين بتاعتي المرضى؟ اين هي يا ترى؟ انا لا اعرف حقا اين هي. اهلا سيدتي، ماذا تريدين من هنا؟ انا كنت احبس عنك. لا 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 انا اسف، انا كنت في كنت مع عمل فقط. حسنا انا اريد، تفضلي اختاري كما تريدين. حسنا سوف اختار هذه البالونة واختر هذه. حسنا تريدين ورودا من هنا؟ انها جميلة. لا 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 شكرا لك. حسنا لا تريدين، ما لك كنت لها. حسنا يا رب تكون بخير. نعم انا قلقان عليها حقا. تفضلي. دكتور دكتور، ابنتي وما ماذا ابنتك عليها ان تعمل عملية جراحية. حسنا الان سوف تعمل حسنا انا سوف اعمل اكيد على الزرار. هشوف اين هي. رأسها. حسنا لقد توقف. يا لها من مسكينة حقا. حسنا سوف اذهب لأخبر الوالدين. سيدي وسيدتي اين هما؟ نحن هنا. في خبر جيد وخبر سيء. ما هو الخبر الجيد؟ الخبر الجيد أن ابنتك هي جميلة وحلوة طبعا، وهي سوف تخلص إن شاء الله. طب الخبر السيء ما هو؟ الخبر السيء أنها لديها خبطة في دماغها. هذه الخبطة كبيرة للغاية. نعم نعم إنها كبيرة. عليها أن تبقى في المستشفى لمدة يومين. هنا سوف نعمل الحاجات ونذهب. حسنا. يا ابنتي ما هذا الذي حصل؟ دكتور دكتور ما الأمر لها؟ إنها جيدة لكن تريد أن ممكن تطلع برا. معلش. حسنا حسنا تعالي زوجتي. حسنا تعالي. حسنا أتمنى أن تكون بخير. نحن نتمنى ذلك. وبعد 6 ساعات. أرجوك يا دكتور، إنها الحمد لله لقد نجحت العملية وتخفت إن شاء الله. ابنتي ممكن أدخلها؟ لا معلش ما ينفعش تدخلي لها. الحمد لله لقد خفت. نعم نعم لقد خفت. وبعد ساعة ممكن تدخلون الآن. حسنا تعالوا. حسنا ابنتي. أمي أنا أين أنا؟ أنت الآن في المستشفى وسوف تكونين بخير.
حسنا حسنا يا أمي، أنا لست بخير حقا. لا، أنت بخير الآن وسوف تطلعين من المستشفى. حسنا، أنا لا أريد، لم أعرف أن أقوم. حسنا، أنا أسفة يا شباب، بس أنا نقلتها هنا، أنا بس هنا كانت حلو. وهنكمل الحلقة. لا أعرف ماذا سوف أقول. حسنا حسنا، سوف تكونين بخير، سوف تخرجين، لكن لا أريد، لا أعرف أن أقوم خالص من المستشفى. لا عزيزي، سوف تكونين بخير. أمي حدثتي الآن بخير يا أمي. أوه دكتور، شكرا. سوف نحط الدم لها. هي نقص منها دم؟ نعم نقص، نعم أنا سوف أجيب الدم. حصل. إنها لا تطلق، لا تطلق. حسنا، سوف نرمي هذه لأنها خلصت، ونديها إبرة صغيرة. إبرة ممكن تطلع برا مع الشيء. حسنا. قلبها يدق، علينا أن نديها الإبرة. حسنا، سوف أدي لها الإبرة. ليست هذه الإبرة، إنها الخضراء، لأنها هنا. حسنا، لا تطلق أيتها الفتاة، سوف تجنين بخير. حسنا، الدم بتاعي ينقص. لا، أنا دم لا ينقص. حسنا. وفي الليل، علي أن أذهب لأن الليل جاء. علينا أن أذهب لأننا تأخرنا، وعلينا أن نذهب. سوف أهرب من المستشفى. لن أهرب، أنا قد تعبت من هذه الحياة. أنا سوف أخذ دم معي. لا أحد هنا. لقد خربتي. تعالي أرجوك سيدي، أريد أن أهرب من المستشفى. تعالي قلت لك، تعالي أرجوك تتركني. تعالي أولا، تعالي تعالي، هربتي من المستشفى ها؟ تعالي تعالي تعالي، ودعك إلى الغرفة. تعالي أرجوك اتركني، أريد أن أذهب إلى أبي وأمي. لا، لم تذهبي إلى أبيك وأمك، سوف تعيشين معنا، يعني سوف تعيشين معنا. ماذا؟ أنا تعبان، علي أن أذهب إلى والدي ووالدتي. هيا تعالي، خذي الأكسجين. ما هذا؟ إنه ليس أكسجينا فقط، إنه سم. لا أريد. ركبي، خذي. لا أرجوك.
هذا سوف تكونين بخير. أنا سوف أكون بخير وأنت تعطين السم؟ نعم نعم. حسنا سوف أحط لها الدم السم. سلنا بدوار. نعم هذه هي دوار. حسنا سوف أعطي إبرة. لا ليست هذه. لا إبرة سم. نعم إبرة سم. لا أرجوك اتركني. اتركني أرجوك. لا لم أتركك أبدا. هذا جيد هذا جيد. حسنا سوف أنتظر حبل ما تموت. وفي الصباح يوم التالي وحاولت الفتاة تهرب ولكن هذه الفرة نجحت. سوف أذهب المدرسة. لا أريد أن أريد الأكل أكل من دون يومين. سوف أكل. حسنا وكده يكون خلصنا الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشكروا للفيديو الجاي. وقبل ما اودعكم عاوزين حلقة تانية. وصل الفيديو ده لأكتر من 10,000 لايك او 1,000 او 10,000 لايك. وجميل يلا باي باي.